طيب قلت لي بتابع كل اللعيبه، بس عرفت برضه انك بتتابع حاله مؤمن زكريا. كويس اللي انت يعني كلمتني، لان انا لسه هو مكلمني النهارده مؤمن. انا مؤمن لما بيكلمني ببقى فرحان جدا وسعيد. ليه بقى؟ لان مؤمن في بدايه حياته كنت انا مع كابتن طارق يحيى في الانتاج الحربي، ومؤمن كان لسه ماشي من النادي الاهلي، هو اسلام عادل، وجولنا الاختبارات. جه لك الانتاج الحربي اختبارات؟ جولنا اختبارات، نزلوا التمرين تمرينه واتنين، قلت كابتن طارق يحيى ده الاتنين دول ناخدهم. قال لي بس نصبر شويه. قلت له مفيش مشكله، بس دول مش هيقعدوا، لو ما جوش التمرين تاني مش هيقعدوا. والله العظيم زي ما بقول لك كده. فالمهم ايه حصل، مش عارف ايه وليه ما جوش التمرين تاني يوم. اتجننت، ما كنتش قادر. انا عايزهم. عايزهم. فقعدنا نشوف الوكيل بتاعهم. كان وكيلهم تقريبا سيد مرعي تقريبا. تقريبا على ما افتكر يعني. المهم راح ايه جالنا ايه مؤمن وجي اسلام ومضوا معانا وخلصنا، والدنيا كان لسه مؤمن ما حدش يعرفه. مؤمن انا كلمته وهو في الانتاج الحربي بعد سنه، قلت له مؤمن انت السنه دي والسنه الجايه هتروح الزمالك. فعلا؟ اه والله العظيم. قلت له السنه الجايه هتروح الزمالك. وكلمت ساعتها انا حازم امام علي، كان عضو مجلس اداره. مؤمن شوف هو بيحبني جدا على المستوى الشخصي وانا بحبه جدا، ربنا يشفيه يا رب. يا رب اللهم امين. ويرجعه تاني الملاعب ان شاء الله، لان مؤمن من اللعيبه اللي انا اشوفها من افضل اللعيبه اللي لعبت تحت في الثلاثه اللي تحت. انه بيعمل راس الحربه الثاني. صحيح. ودي موجوده كتير في اوروبا. فاهم؟ هو كان عنده دي، كان عنده الحته دي بصراحه، انك ازاي تقطع راس حربه ثاني، التوقيت كمان، ان انت ازاي تختار، ازاي تعرف تجيب جول. فلا مؤمن من الناس اللي انا بحبها جدا على المستوى الشخصي.